عراق متحمس كثيرا، ما هي الامال التوقعات؟ والله ان شاء الله توقعات عراقيه محت بحت عراقي فوز، ماكو مناقش، ما حد يناقش مين، ما حد يختلف علي اثنين، ماكو جدال، ماكو جدال عراقي، يعني الملعب كله عراقيين، حرامات يخيبون امانه. والله والله العظيم هذا الشعب يحتاج يفرح، والله العظيم جيت لهذا المكان اني لان بساعه التحرير بالمظاهرات انا بكيت حزن على الشباب اللي راحت. اليوم اردمت فرح، انا شخصيا اردمت فرح، لان انا بشيت هنا احزن على الشباب اللي راحوا فوق 800 شهيد. اليوم هذا المكان اريد افرح فرحاني، وكتب الشعر هم الوان مناسبه. اذا تحب اسمعك اياه. بارك الله فيك. خلي سمعنا الشعر، اي خلي سمعنا. طيب انت شلون تشوف الاجواء ايضا؟ اجواء تخبل، عراقيه غيره فول. يعني ماو يعني ما توصف، والله بس اللي يجي يعرف. والله ان شاء الله 2-1. 2-1 بالعراق. اي لهم واحد خطيه. اسمع هالشعر. يقول اسمع ردوا وياه. كون اليوم نبكي من الفرح حيل. نخلي عيوننا تسولف حكينا ونتذكر سنين الراحه البضيم بالتحرير احنا ايش قد بكينا، ونشابك طوائف ماكو تمييز، ونشابك طوائف ماكو تمييز، خيمه الوطن كلش حنينه، وما يدخل المندس عندنا حاجوز، ما يدخل المندس عندنا حاجوز، علمنا يرفرف وعقل الصحينة، علمنا يرفرف واحنا صحينا. الله الله. وما ترى الاجواء هنا لا يمكن وصفها بكلمات، الحماس، التشجيع، حب العراق يطرز بهذا الحماس، حب العراق يطرز بهذه الروح العاليه، الكل فرح بهذا الانجاز الكبير للعراق وينتظر الانجاز الاكبر للمنتخب العراقي بالتتويج. يعني اليوم مثل ما سمعت الجمهور العراقي، الكل حتى الخلايجه يعني حسوا نفسهم داخل ارضهم، حتى الخلايجه ردود افعالهم كانت إيجابية وإن كانت منتخباتهم خاسرة، فرحين للعراق، فرحين بهذا الإنجاز الكبير، يتمنون أن تكون هنالك، الجمهور العراقي يتمنى أن تكون هنالك ختام بمسك بفوز المنتخب العراقي على شقيقه العماني، وكما ذكرت هو فائز بكل الحالات. أكيد أكيد زميل محمد، اليوم الأجواء في ساحة التحرير هي ليس فقط مباراة كرة قدم اعتيادية، اليوم هناك مشاعر مختلطة، هناك ذكريات في هذا المكان، هناك أمور جميعا كلها تجمعت في هذا اليوم المختلف تماما في 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 حياة العراقيين، سواء في العاصمة الحبيبة بغداد أو حتى هناك في أم العراق البصرة. دا تحس بهذا الشيء موجود بالجمهور؟ يمكن مختلفة الأمور، هي مو مباراة كرة قدم، هي أسمى من أن تكون أسمى من المباراة أو مجرد نهائي أو مجرد لعبة. بالتأكيد هي، أنا حينما تحدثت وحينما نقلت الصورة، أغلب الصورة هي مقاربة لما حدث، أو التجمع هو مقارب لما حدث قبل سنوات هنا في ساحة التحرير. نعم. الكل كان يحمل الراية، الكل كان يحمل علم العراق، بالفعل. ينادي بالعراق، يشجع للعراق وإن كان بغير البطولة. اليوم أيضا هنالك حمل لرايات العراق، هتافات باسم العراق، أناشيد تجيد بالعراق، قصائد كما سمعتم بأنامل بسيطة وبحب كبير وبمشاعر عالية، دون قصيدة بسيطة لكنها تحمل من المشاعر الكثير للعراق وللوطن. هنالك ذكريات كبيرة عاش قبل فترة هنا الشباب، حالة من التجمع أيضا، التظاهرات التي كانت هنا تظاهرات 20 في ساحة التحرير وفي حديقة الأمة، واليوم أيضا يتظاهرون فرحين تشجيعا للمنتخب العراقي. هنالك ذكريات كانت هنا واليوم يطرزون جمل ستكون ذكريات أيضا للمستقبل، سيحضر جيل حضر الآن صغيرا وسيكبر ويتذكر هذه اللحظات، سيتذكر الأجواء التي عاشها هنا الشباب حينما يشيبون، يتذكرون الأجواء العظيمة التي تشهدها بالفعل بغداد الآن، تشهدها حديقة الأمة، وستكون هنالك مواقف وطنية للمشجعين برفع رايات العراق عاليا أثناء المباراة وحتى بعد المباراة إن شاء الله. وكما ذكرت وأكرر لمئة مرة أن العراق فائز بكل الحالات، خصوصا أن هذا الكرنفال انقطع عن العراق لسنوات طويلة، والفرحة اليوم بعودته، الفرحة باستضافته، الفرحة بحضور جميع الأخوة من الخليج العربي. نعم.